استجابوا لنداء نقابة المعلمين العراقية في التظاهر في ساحات العراق في كل محافظاتنا. اليوم هو الأربعاء 13/11 ساحة التحرير بغداد. سواد نقابة المعلمين لدارس بغداد كافة يحضرون الآن للمشاركة في التظاهرة المركزية التي دعت إليها النقابة في ليلة أمس. هم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا الظاهرة أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا مستمرين معكم مشاهدينا الكرام بقضية تغطية ثورة تشرين وكذلك آخر التطورات بالنسبة في هذه الثورة في ساحة التظاهر في مختلف المحافظات العراقية. نبدأ من تأكيد اللجنة المنظمة للتظاهرات، أكدت أن استمرار استخدام العنف ضد المتظاهرين يوضح تواطؤ الممثلة الأممية جنين بلاسخارت مع انتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل في العراق، وكذلك أوضحت أن قوات التدخل السريع التي أرسلتها الحكومة إلى مدينة الناصرية تمارس القتل والاعتقال والخطف والإعدامات الميدانية، مشيرة إلى أن الناصرية تتعرض إلى قمع وحشي على يد الحكومة وأجهزتها الأمنية وميليشياتها إرضاء لإيران وقاسم سليماني. هذا بالنسبة للجنة المنظمة للتظاهرات. طبعا الناصرية مشاهدينا الكرام و غيرها المحافظات العراقية التي تشهد الآن ثورة عارمة تشهد كذلك قمعا وحشيا حكوميا يستمر حتى هذه اللحظة، بغض النظر وحتى تزامنا مع هذه التصريحات التي تخرج من قبل عادل عبد المهدي أو غيره من السياسيين الذين يحاولون ربما استمالة مشاعر المتظاهرين محاولة ركوب الأمواج، لكن الحقيقة الموجودة على الأرض أن هناك قمع. في بداية شهر تشرين الأول، في بداية شهر 10 تحديدا بداية انطلاق المظاهرات، كان الحديث عن تشكيل اللجنة التحقيقية وما إلى ذلك من النتائج التي خرجت بها، وقيل أن هناك قادة ومتواطئون وغيرها من هذه التصريحات التي خرجت والبيان الذي خرج بالنسبة للتحقيق. لكن الآن وبعد مرور هذه الفترة الطويلة والآن نحن نصل إلى هذه النقطة من المظاهرات وهي مستمرة، نرى بأن هناك تواطؤا ونرى بأن هناك تعمدا في استهداف المتظاهرين نتيجة لما نشاهده. لو كان هناك حالة شاذة في القوات الحكومية لعرفت وتم السيطرة عليها نتيجة لوجود تحقيق، لكن ما نراه الآن هو تعمد في استهداف المتظاهرين، هو قمع متعمد من الحكومة ومن أجهزتها الأمنية للمعتصمين والمتظاهرين والثوار الموجودين الآن في الساحات، وبالتالي لا يمكن أن يوصف ما يحدث الآن للمتظاهرين سوى بكلمة القمع المتعمد من قبل السلطة الحاكمة التي لا تريد لهذه الأصوات أن تستمر وتريد أن تسكتها بأي طريقة متاحة. طبعا قضية اللجنة المنظمة للمظاهرات وبيانها بقضية جنين بلاسخارت الممثلة الأممية في العراق هو أيضا إثبات لأن هذا المجتمع الدولي والممثلة الأممية هي جزء من هذه المأساة التي يحصل عليها أو الحاصلة للعراقيين. تحدثنا سابقا وذكرنا بأنها كانت وزيرة الدفاع هولندية متسببة ومسؤولة عن مجزرة ارتكبت في العراق أودت بحياة أكثر من 73 شخص عن طريق غارات هولندية. الكلام دار وقتها ونحن الآن نقف نتساءل أين هذا الدور الأممي في إيقاف القمع الحاصل للمتظاهرين في مساعدة العراقيين على إسقاط هذا النظام. لماذا تستمر حكومة عادل عبد المهدي بقمع العراقيين وهي تتحدث في نفس الوقت أنها مؤمنة بهذه المطالب وأنها تسعى إلى تحقيق مطالب المجتمع مطالب العراقيين، بغض النظر ما إذا كانت هي فعلا مقتنعة بالمطالب التي تخرج الآن في الشارع أم لا، لكن هذه التصريحات التي تخرج من السلطة الحاكمة. لماذا يستمر إذن هذا القمع؟ لماذا الآن نرى في الاستهداف للمصابين في المستشفيات، حتى هناك أطفال خدج استهدفوا وقتلوا نتيجة هذه الغازات السامة التي تطلقها
القوات الحكومية تحت ما يسمى غازات مسيلة للدموع. وتذكرون تقرير منظمة العفو الدولية التي تحدثت عن غازات ليست قنابل غاز ليست بالحجم الطبيعي، هي تستخدم في الأغراض الهجومية القتالية، ليست تستخدم في فض الاعتصامات أو فض المظاهرات المتعارف عليه عالميا. وبالتالي هناك نظام يسعى لقمع العراقيين بغض النظر عن التصريحات أو الخطابات أو الكلمات التي تلقى هنا وهناك. هذا الكلام واضح نراه جميعا، قمع واستهداف واضح للعراقيين بشتى الوسائل المتاحة بغطاء دولي. لو كان هناك مجتمع دولي يرفض ما يحصل للعراقيين من قمع لتدخل، لكن هذا السكوت دليل على الرضا الحاصل الآن بالنسبة للسلطة الحاكمة. معنا اتصال. السيد أبو أسد من البصرة، تفضل أبو أسد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وحيي برنامجكم الشريف هذا. حياك الله. وأنا أبو أسد من البصرة، بس صار لي من يوم 24 من الشهر لحد الآن أنا ببغداد. نعم. وعايش بنص المظاهرة ماشي يلاقوها إخواننا المتظاهرين من قبل القوات والميليشيات، القوات الحكومية والميليشيات. أخي صارت حالة قدامي، انصاب واحد من المتظاهرين بقنبلة هاي مال مسيلة الدموع. نعم. غمى عليه ودوه للمستشفى جماعة أصدقاء، ودوه للمستشفى بالطريق الجماعة فتشوا جيوبه لقوا الهوية مالته بيها فلوس والتليفون، قالوا لا ياخذوها. نعم. يعني جفدوا من غرابة من ورابعة، قال عم نتصل بهله. دخلوا المستشفى الكندي. من دخلوا المستشفى الكندي جو ثلاثة مدنيين دخلوا بالمستشفى. راسه مش هذا مغمى عليه. خلينا ندور جيوبه هويته. سووا وخلوا سكينة بجيبه. نعم. وقالوا هذا من داس، هذا شايل سكينة من داس عمي او من داس. هذا كل اللي صار يا ابو اسد، هذا كل اللي صار ما تحققته من الثلاث اشخاص المدنيين اللي قلت عليهم من هم من اي جهه جايين حتى يسوون هاي الخطوه، حتى يتهمون المتظاهرين انهم مندسين او هناك مندسين؟ يعني اذا هي قرعه ومشعر موجوده بالبصره، بالعفو بالمستشفى، القرعه ومشعر. نعم. ميليشيات، الشرطه، الجيش. انت لمن تتهم يا ابو اسد؟ والله الميليشيات انا اتهم. نعم. اتهم الميليشيات، اتهم دخلوا سكينه وجيبه وقالوا هذا من داس. هو مغمى عليه، والجماعه طلعوا فلوسه ربعه، طلعوا فلوسه وطلعوا الهويات مالته. نعم. وتليفونه قالوا بدنا نتصل باهله، ودخلوا للمستشفى. نعم. راسا جوي دخلوا راسا مباشر، يعني بدهم يقنصون، يقنصون شو وقت يدخل، دخلوا ثلاثه. ها ايش بيه ما ايش بيه دو ايديهم بجوبه خلوا سكينه. ديفا شو تقول سكينه؟ شايل هذا من داس. والجماعة نزلوا عليهم حضرة، خلصوا من عندهم يعني. نعم. الجماعة الشباب الأبطال. هذه واحدة من الحالات. برأيك شنو الأهداف اللي تقف خلف هاي المحاولات بتجريم المتظاهرين بأنهم مندسون، أنهم عملاء، هناك أجندات وهناك دول تحركهم؟ لماذا تسعى الميليشيات أو الحكومة دائما تصريحات كثيرة باتهام المتظاهرين بهذه الاتهامات؟ هم دا يشوفون صورة المظاهرات، دا يشوفون صورة الأبطال دول الشباب 20 سنة و19 سنة، دا يشوفون صورتهم بدشي. عمي بعد ما يقدرون ما تنحل بعد إلا دول يشلعون نهائيا، يلا يصفى العراق. نعم. وإن شاء الله منصورين إن شاء الله. شكرا لك يا سيد أبو أسد، كنت معنا من البصرة. مشاهدينا، طبعا إدارة مستشفى الحبوبي بمحافظة ذي قار أكدت إطلاق ما تسمى قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع بشكل مباشر وكثيف على المستشفى، أدى إلى تهديد حياة الأطفال واختناقات داخل المستشفى. وطبعا مصادر صحفية أكدت وفاة طفلين من الخدج داخل مستشفى الحبوبي نتيجة الاستخدام المفرط والكثيف لقنابل الغاز المسيلة للدموع من قبل ما يسمى بقوات مكافحة الشغب. لا يسلم أحد من هذه القوات ولا يسلم أحد من القمع والبطش الذي يحصل الآن
في العراق، الكل مستهدف، حتى الأطفال الخدج مستهدفون نتيجة هذا القمع. لا يوجد اكتراث لحقوق الإنسان، لحياة الإنسان. كيف يمكن لهذه الحكومة أن تبني هذا العراق، أن تصلح هذا المجتمع، أن تصلح هذا البلد، تصلح البلد؟ كيف يمكن لها في ظل وجود هذه الميليشيات، في ظل وجود هذا الفساد، في ظل وجود تخبط حتى في تصريحاتها؟ لا توجد سياسة أو خطة وضعت منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة تقود البلد إلى بر الأمان وتقوم على بناء هذه الدولة بالشكل الصحيح. أين كانت هذه الخطط لتخرج الآن حكومة عبد المهدي والسياسيين الذين جاءوا مع عبد المهدي ليتحدثوا عن الإصلاح؟ كيف يمكن لهذه الدولة أن تبنى في ظل وجود هذه المفاسد، في ظل وجود هذا القتل، هذا القمع؟ الآن استمعتم إلى السيد أبو أسد من البصرة يتحدث عن هذه المحاولات من قبل، هو يتهم الميليشيات، يقول أفراد ربما من ميليشيا دخلوا إلى إحدى المستشفيات من أجل أن يضعوا سكين أو أي آلة حادة أو سلاح داخل جيوب المصابين ليشوهوا صورة المظاهرات، ويقول أن هناك مندسين داخل هذه المظاهرات يحاولون تدميرها وهناك أجندات، ويؤكد هذه الاتهامات التي تخرج على المتظاهرين من هنا ومن هناك. معنا السيد أركان من بلجيكا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا كلامك كل واضح ودقيق 100%. بالنسبة لموضوع المندسين الذين يرسلونهم الحكومة وميليشياتها الإرهابية، نعم. طبعا بالعودة لتكملة إلى كلامي على المدعو المجرم عبد الكريم خلف الناطق باسم المجرم الإرهابي عبد المهدي، نعم. الذي قال هناك 50 شخصا قبل 3 أيام قتلوا من قبل أشخاص في الشوارع وسرقت محلات تجارية. طبعا أنا أتحداه وأتحدى أي شخص بالعالم أن يثبت ذلك، لأن لدينا مصادرنا الموثوقين على أرض الواقع، نعم. كما لديهم مصادرهم الكاذبة، ومصادرنا تؤكد عدم حصول ذلك، بل لم يتحصل أي عملية تحرش واحدة بسيدة أو فتاة، نعم. في مجمل التظاهرات، نعم. في ظل الكم الهائل من الشباب على سبيل المثال ذلك، بل من يقوم بالسب والشتم الغير لائق والتحرش بالنساء المسعفات وغير المسعفات والمتظاهرات هي القوات الحكومية الإجرامية وميليشياتها الإرهابية، وهي من تقتل الأبرياء وتسرق المحلات وتحرق البنايات وتخطف الناشطات المدنيات، نعم. ويفعلون بهن ما لا يقبله أحد. لا أستطيع ذكر ذلك لأن مصادرنا التقت بأحد الناشطات المختطفات، نعم. سوف أرسل لكم ذلك، نعم. وقالت كلام خطير. فخلاصة الكلام، وكوني أيضا كعسكري سابق، هذه، نعم. حجج لكي يوجه رسالة للعالم من جمعهم للصحافة وإلقاء مؤتمر صحفي أن هناك أعمال قتل ومتفجرات وأمور غير قانونية، نعم. لكي تكون لهم شرعية لمحاولة اقتحام ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد كما فعلوها مع من مجازر في ساحة الاعتصام في الحويجة وجامع سارية في ديالة، نعم. ومجزرة الزرقاء في النجف وغيرها التي أوقعت، اسمح لي أستاذ محمد، فضل. التي أوقعت مئات من الشهداء. فأنا أدعوكم أيها الثوار في ساحة التحرير أن تأتوا بكاميرات الصحافة المتوفرة حواليكم، نعم. وتجمعوهم وتطلبون منهم تصوير المطعم التركي بكامله لدحض كذب الدجال عبد الكريم خلف حكومته الإجرامية الإرهابية. كما أنني من هنا أحذر كل المرابطين الشجعان، نعم. أن لا تهتموا لكلامهم الواضح بالانهزام ولف أنفاسهم الأخيرة، ورصوا صفوفكم، وأكرر كلامي أن تنتشروا بأكثر من 5 محاور وبتنسيق عالي فيما بينكم، ولا تتركوا الساحات والشوارع الرئيسية أبدا الكبيرة وتتجهوا نحو الأفرع والأزقة الضيقة أبدا، لأنكم مسالمين وهذه الطريقة لا يستخدمها إلا المسلحون، وأنتم مسلحون باسم الله عز وجل والعلم العراقي والنصر إلا سيد من عند سيد الله. أركان، سؤال، لو كانت هذه المظاهرات شهدت فعلا أعمال سرقة، شهدت فعلا وجود متفجرات على سبيل المثال كما ذكر عبد الكريم خلف، نعم. وغيرها من هذه الاتهامات التي وجهت، ألم تكن سلطة بغداد أو حكومة المنطقة الخضراء قد أنهت هذه المظاهرات بالفعل الآن؟ لو كان هناك، نعم. فعلا ما ذكروه، والدليل هناك أمثلة على سبيل المثال ساحات العزة والكرامة في محافظات المحافظات الست التي انتفضت سابقا، المحافظات الغربية التي قمعت من نور المالكي بنفس الذرائع. نعم، أنا ذكرت لك ذلك، هم جمعوا الصحافة
لكي يشرعنوا هجومهم على ساحة التحرير وعلى غيرها من الشوارع الرئيسية كما فعلوا مع ساحات العز والكرامة وثبت. وذكرت لك مثلا مجزرة الحويجة ومجزرة جامع السارية، لكنني أعود وأكرر لأن إلى أخوتي والثوار الموجودين، أنتم مسلحون بسم الله عز وجل والعمل والعلم العراقي، وما النصر إلا من عند الله، وكم من فئة صغيرة غلبت فئة كبيرة، والله على نصره لقدير. إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فمهل الكافرين أمل مريدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. شكرا جزيلا. أبو حسن من بغداد تفضل. السلام عليكم أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي محمد، هي المؤامرة كبيرة ومدروسة ومحضريها. يعني أسأل المسؤولة بالأمم المتحدة، هي مو هولندية، هولندية ودولتها مشاركة بقتل العراقيين. نعم. هذول يعني هم يريدون دمار العراق. بالنسبة لجرائمهم، هم جرائم مال سارية جامع سارية ومال الحويجة. نعم. وقتلهم قتل دمبارات، حتى المعوق على كرسي قتله. نعم. فهذول يعني جايين دمار العراق وتدمير تام. هاي واحدة. اثنين يعني مظاهرين ناس سلميين يجون حرات ما عدا العلم والبطل المي. زين هذول يعني شلون؟ لازم تصير مواجهة يعني مكافئة لهالشغلة هاي. يعني أي جندي، أي شرطي، أي واحد ويا الحكومة هو عدوكم، عدو المتظاهرين، عدو العراق. نعم. يا إخوانا المتظاهرين، شدوا حزامكم، ترى المؤامرة كبيرة عليكم، وما يصير عندكم حق إلا بالصبر وبالعقل. يعني تشوف هسه الأمور بساعة يعني راح بساعة التحرير، يعني الصراحة يعني يضربون ضرب، يعني مو عبالك عراقيين، عبالك جايين. أبو الحسن، يعني أود أن أسأل حضرتك سؤال. الآن صار صار المظاهرات صار لها شهر و13 يوما، الثورة مستمرة والعراقيون في الشوارع، ما الذي حققته هذه الحكومة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هذه السلطة الحاكمة تستطيع أن تحقق شيء ملموس على الأرض؟ ما الذي يمكن أن تغير؟ ما الذي يمكن أن تصلح؟ يعني الآن شهر و13 يوم العراقيين بالشوارع، الحكومة تدعو إلى الإصلاح وتقول نحن نسعى. متى سينفذ هذا الإصلاح؟ شهر و13 يوم لم ينفذ شيء، متى يمكن أن ينفذ هذا الإصلاح؟ إلى متى يستمر العراقيون بالانتظار؟ أخي محمد، هذول الجماعة الجايين هم حاقدين، يعني ما ينفذوا لك والمظاهرة إذا وقفت قول أكو عراق، لأن هم مكذبين بالكراسي، يوعدوك يقول لك هي تسوي هي تسوي هي تسوي، يا وين كنتوا 16 سنة وشوية؟ نعم. وين كنتوا؟ يعني عقولكم كانت وين بأي مكان؟ فهذول إذا المظاهرة وقفت قول العراق اندمر بالكامل، ومع العلم هي مؤامرة كبيرة. نعم. يعني مؤامرة مدروسة من 72. أنا قرأت تقرير على احتلال العراق، والله أقسم بالله. نعم. وملائكة وكتب ورسله، يعني أنا قرأت تقرير ب72 بأن العراق راح يحتل، ومحضريها المؤامرة وبشلبة ودخلونا بحرب ويا إيران وطببونا بالكويت حسب مؤامرات الحكام العرب. يعني أبو حسن، خلينا حتى لن نتفرع بالموضوع ونتشعب بالحديث. نعم. خلينا بقضية اليوم. نعم نعم أخي، كل إصلاح ما يصير، ودول جايين بس يعني يقشمرون الناس، حيسوي لك كذا شغله كذا شغله، بس هم مستحيل يسوون شغله. نعم. ودا المظاهره تخربطت، قولك قول ما في عراق، ودول بس يشربون بالكراسي، وان شاء الله ربي ينصر امه محمد، غير هاي ما اقدر اقول. شكرا ابو حسن. قاسم من الولايات المتحده الامريكيه، تفضل يا قاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا أحييكم وحيها القناة الشريفة، والله نتابعكم إحنا كل يوم من الصبح للليل. وثانيا أعزي عوائل الشهداء. نعم. وأنا وندعيكم بالخير إن شاء الله والبركة. وأريد يعني أوصي يعني توصية بالأخوان أن يتمسكوا بالمظاهرات ولا يعني يفرطوا بها، لأنه احنا قلوبنا معاهم، الله، ونريد
اي لحظه انا بنقعد بالنوم يوميا ثلاث فجر انا راسا اتابع واشوف الاخبار. والله انا مسرور جدا. نعم. بس اريدهم يلتزمون ان شاء الله يصبرون صبر. ما بس الحكومه بدات تنهار، اي شيء بدا ينهار. واحنا قلوبنا معاكم، احنا هنا قدمنا الاهل امريكا، سوينا تبرعات كامله من جميع الناس خير. نعم. الناس طيبه كلها تريدكم الخير ان شاء الله. والله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، والف رحمه ونور على الشهداء. الله شكرا جزيلا لك يا قاسم من الولايات المتحدة الأمريكية. نقرأ بعض الرسائل المشاهدين الكرام التي وردت على الواتساب. طيب، رسائل كثيرة، نبدأ من أوائل الرسائل. رسالة تقول: تحية طيبة لقناتكم الشجاعة، تحياتي لإخوتي الثوار المرابطين في ساحات العز والشرف. مقتدى الصدر يغرد من إيران ويرفض تدخل أمريكا، هاش تحط لها والطيب. تحياتي أخوكم كامل فرج شنيار أبو جلال. شكرا يا سيد كامل. رسالة تقول: أحييك وأحيي قناتكم الحرة الشريفة، تحياتي إلى أخوتي الثوار، الحذر كل الحذر من مقتدى الصدر، فهو يفكر الآن في ركوب الموجة من جديد. لا تدعوه يسرق جهودكم وتضحياتكم المباركة، فهو خبرة في ركوب الموجات. تحياتي أخوكم الثائر معلق عابر دلي العامري. شكرا جزيلا. رسالة تقول: تحية حب وتقدير لقناتكم النزيهة، لا يسعني في هذه اللحظات العصيبة إلا أن أقول للعراق ستتحرر وتبتسم لك الحياة، ستحقق المجد، لأنك الحضارات تكاتف شعبك العملاق وانفجر على زمرة البغي واختزلت المسافات. علاء النشمي من النمسا. شكرا يا علاء. رسالة تقول: طيب، رسالة تقول: السلام عليكم، معكم مريم من الكويت، الله ينصر شباب العراق أسود الرافدين. شكرا يا مريم. أبو علي من الولايات المتحدة، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أول شيء حي قناتكم هاي الشريفة، وبنفس الوقت أعزي شهدائنا الأبطال. نعم. وأنا أشكر المتظاهرين في ساحة التحرير وكل المحافظات. نعم. ولكن أنا أقول هذه الحكومة الضالة، البارحة كانت تعزي المتظاهرين اللي بالناصرية. نعم. ليلا واخذت من عندهم اعتقلت من عندهم الكثيرين. نعم. وده نشوف احنا على شاشات التلفزيون. يعني الى متى يبقى الوضع على ما هو عليه؟ نريد نفتهم. وشكر خاص العشائر، احنا نشكر العشائر، عشائر شمر طلعت وباقي العشائر اللي مساندتهم للمتظاهرين. وهذا كريم خرف البارحه يطلع يقول ماكو هيك شيء، وهذا مدسوسين وهم احنا بوضع دفاعي. نعم. ودا يحرقون البنايات، احنا دا نشوف بالتلفزيون شغلات موثقه عليهم. شغلات موثقة، نشوف شلون يضربون المتظاهرين بالرفرف الحي وبالقنابل الدخانية. شلون بنفس الوقت يا أبو علي، شلون بنفس الوقت يطلع المتحدث باسم رئيس الوزراء يتهم المتظاهرين بهذه الاتهامات، وبنفس الوقت يقول هو نفسه أنه الحكومة تستمع إلى مطالب المتظاهرين؟ عادل عبد المهدي يخرج يقول نحن نسمع مطالب المتظاهرين ومؤمنين بما يقولون. طيب شلون أنت تتهمهم أنهم مندسين ومخربين وهناك متفجرات وغيرها داخل هذه المظاهرات، وبنفس الوقت تقول علنا أنه أنت مع هذه المظاهرات والمطالب؟ أقسم بالله فلا أكو مندسين، وإذا أكو مندسين من جلاوزتهم هم يدفعوهم على هذا الشيء، على مود يعكسون صورة على المتظاهرين غير حضارية. المظاهرات سلمية والأمم المتحدة تعرف هذا الشيء، والجانب الأمريكي يعرف هذا الشيء، وهم ناس مرتزقة عملاء يعملون الإيران. نعم. يعني شيء واضح على عيان واضح.
نعم. وبعدين اكو شغلات هم لو خوشوا وادم، انا عندي معلومه من نفس اصدقائنا بالعراق. نعم. من ذاك اليوم من قالوا المتظاهرين جوي على البنك المركزي. نعم. البنك المركزي هم لا جايين عليه ولا بس شافوا اللوريات تتحمل الفلوس وده تطلع الجهات غير معروفة وفرقوا المصارف. نعم. يا أخي ما نعرف نناشد الأمم المتحدة والناشد الدول الكبرى أن تتدخل بهذا الوضع اللي صارت مجزرة ونحيي الأبطال من الناصرية والبصرة والكوت والناصرية ودياله. مع الأسف دياله أنا البارحة دا أتابع دياله البارحة ما طالعة سمعوهم وخافوا وما أعرف أنت خزنهم ليش ما تطلعون يا جماعتكم. وصلت الرسالة أبو علي من أمريكا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نقرأ بعض الرسائل الواردة على الواتساب. نوار من هولندا يقول: امضوا بلا توقعات لتعيشوا بلا خذلان، عاشت الثورة عاش العراق. نوار من هولندا. رسالة تقول: السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين. والله أحس إجا يومهم العصابة، إن شاء الله يومهم قريب ما بقى شيء. في رسالة أخرى سيد مبروك من الإمارات يقول: تحية لك أخي محمد، الانتفاضة التشرينية تنتصر بتضحيات الشهداء الذين سقطوا أمس وبداية هذا الشهر لحين إسقاط النظام وإيجاد نظام جمهوري رئاسي يعود به العراق حرا أبيا لا مكان فيه لأذناب إيران. رسالة تقول: السلام عليكم، في البدء تحية لقناتكم الوطنية وصوت الحق، من خلالكم ألف تحية لثوار ثورة تشرين المباركة في التحرير وكل المحافظات العراق، ونشد على أيديهم وأن يواصلوا نضالهم إلى أن تطرد كافة الأحزاب وعملياتها السياسية التابعة للفرس المجوس وأسيادهم من العراق وتطهير أرضه، وننبههم على أن هناك من يريد ركوب الثورة أمثال عبد الكريم الحمداني أمثال كريم بدر الحمداني وأخيه أبو فراس الحمداني، وهم ذيول لقاسم سليماني. ولكم مني ألف تحية، أخوكم زياد العزاوي من هولندا. ملاك من أربيل. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي يا ملاك. أخويا والله أولا تحية لكم ولقناتكم الشريفة الصادقة اللي تبث دائما هاي الأخبار اللي نسمعها من قناتكم أول بأول، إحنا ممنونين من عندكم أولاً. هاي نقطة. واجبنا هذا يا ملاك، هذا واجبنا. أكيد أكيد هذا الشيء، بس أم مثل ما تعرفون بهذا الزمن يعني بصعوبة نلقى إنسان أو أشخاص صادقين يمثلون الوطن أو يمثلون صوت الشعب على الأقل. النقطة الثانية كنت أريد أحكي بها. ورسالة بسيطة زين من إنسانة أو مواطنة عراقية للحكومة زين. هاي حكومتنا مثلا إذا هي لو كانت حكومة صادقة ويانا أو إذا هي كانت إلها انتماء قوي لهذا البلد ما كان راح يصير اللي سيصير بينا، يعني من قتل لأبناء وطنه زين ويطعن بشرفنا مثلا عن طريق خطف الناشطات والناشطين. زين هذا الشغل اللي دا يقومون
بالحكومة أو ميليشياتها من أي جهة كانت. أنا أعتقد بنظري إنه هاي الجهات ليس لديها أي صلة أو خط وصل بالوطن أو حتى بالشعب أو حتى بالعراق أساساً. يعني أعتقد بأنهم غرباء ما ينتمون لهذا الوطن. أصلاً يا ملاك لو كانت هذه السلطة الحاكمة نزيهة مع المجتمع، نزيهة في اتخاذ قراراتها، شفافة عادلة، هل كان العراقيون خرجوا أو كان العراقيين أو كان العراقيون ليخرجوا في هذه المظاهرات المستمرة طبعا منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة؟ لا طبعا أكيد. يعني أنا أعتقد أن كل دولة مستقلة إراديا انتخابيا وطنيا بشكل منتظم، إحنا ما كنا نطلع مظاهرات، إحنا هسه ليش طالعين مظاهرات؟ إحنا لا أطراف من الشغب ولا يعني جهات غير معروفة، إحنا هو الشعب، إحنا الشعب. نعم. الشعب بدون الحكومة يعني أعتقد هو ولا شيء. ليش؟ لأن كل الحكومات هي لازم تدير بالها على الشعب. نعم. على طريق الدستور لازم يكون في طرف الشعب ويكون هادف إنه يبني هذا البلد ويبني هذا الوطن. بس للأسف إحنا حكومتنا مدى تدير بال، وإحنا لما نقول حكومتنا فهي لا ترتبط بينا بأي صلة أو أي نوع من الأشكال، فهي غريبة عنا وإحنا ما نريدها، وهذا مطلبي الأول والأخير. أنا من أربيل بس تركمانية، وأحيي كل العرب إخواني اللي دا يقاتلون، أو خلي لا أقول يقاتلون وإنما يريدون وطن مثل مثلهم. أنا مسلوبة حقي، يعني صار لي أنا 5 سنوات متخرجة بس ماكو تعين، وأخويا صار له 10 سنوات وما عنده تعين. زين متبهدل بالغربة. ليش؟ إحنا لو كان عندنا وطن، لو كان عندنا قاع، لو كنا نحس إنه هاي الدولة تريدنا نعيش عم تنطينا حقوقنا، يعني هذا أبسط شيء إحنا لازم نحصل عليه. أنت يعني لو تروح برا تشوف مثل كل أطراف الدولة أو الجهات اللي تحيط بينا، لأن الحكومة شلون تتعامل ويا الشعب بكل شفافية وبكل احترام، يعني خاصة الطبقة المثقفة، حتى لو ما كانت طبقة مثقفة بسيطة لازم الدولة هي تحتوي الشعب والناس كلها ما تفرق، ولازم ما يصير هنالك أي نوع من العنصرية أو الطائفية. للأسف وهاي العنصرية والطائفية الأحزاب أكيد فيه، هسه عرفنا إحنا ولو من زمان يعني نعرف هاي الشغلات، بس تأكدنا أن كل هاي العنصرية والطائفية هي أساسها الأحزاب والحكومة. زين شكرا يا ملاك، وضحت الفكرة. سيدة ملاك تحدثت بشكل مفصل عن الوضع الذي يعيشه العراقيون الآن. طبعا مشاهدينا الكرام، لا يزال هناك من المنتفعين، من المناصرين إذا صح وصفهم لبعض هذه الأحزاب، لبعض الشخصيات الموجودة الآن، يرفضون الخروج، يعتقدون أن هذه الأحزاب بخطاباتها قادرة أن تصلح هذا البلد الذي دمر بسبب الاحتلال وما جاء مع الاحتلال من حكومات. السيدة ملاك تحدثت بشكل واضح كذلك عن هذا الشعب، هل كان ليخرج لو كانت هذه الحكومة حكومة عادلة، حكومة منصفة مع العراقيين، حكومة بعيدة عن الطائفية والتحزب، صريحة شفافة بالتعامل، صادقة في الخطب والتصريحات التي تخرج منها، هل حققت شيئا لهذا البلد؟ الآن على سيرة المغتربين، ذكرت شقيقها، كثير من العراقيين المغتربين في الغربة عانوا. نعم هناك بلدان احتضنتهم لأسباب، يعني أنت إن كنت قادر على الإنفاق على نفسك فأنت تستطيع البقاء في هذا البلد من هذا الباب، ولكن تعاني وأنت تسافر، تعاني وأنت تذهب إلى السفارة أو القنصلية، تعاني وأنت تذهب من هنا أو هناك لأنك تحمل جواز عراقي أهين بسبب الحكومات التي حكمت هذا البلد منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة. ينظر لك بشكل مختلف، أنت من الدرجات الدنيا الآن بين شعوب الأرض، جواز سفرك لا يدخلك إلا لبضع دول، وحتى هذه الدول هي دول فقيرة وبسيطة، ليس انتقاصا منها لكن ضعف الجواز هو الذي يقودك إلى أن تذهب إليها. إهانة للعراقيين في الداخل والخارج، قمع لحرية التعبير، قمع للعراقيين بشتى الوسائل إن كانت نفسية وإن كانت جسدية.
لماذا لا يخرج العراقيون إذن على هذه الحكومة؟ ما الذي قدمته هذه الحكومات للعراقيين لكي لا يخرجوا عليها؟ معنا أبو فاطمة من النجف، تفضل يا أبو فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. معك ناشط مجتمع مدني يا أخي الكريم، حياك الله. بارك الله فيك. عندي بعض الملاحظات للأخوة المتظاهرين وكذلك رسائل للدول العربية للشعوب العربية. نعم. يعني هل الشعوب العربية الآن تتفرج جالسة تتفرج على القتل النقل مباشر كيف يقتل أخوانهم في العراق؟ نحن نريد فقط أن يخرجوا تنديد ومظاهرات أمام السفارات الإيرانية، وإذا استطاعوا أن يصلوا أصواتهم إلى يعني أصحاب القرار أن يطردوا هؤلاء السفراء. أخي نحن نخشى أن يحصل في العراق ما حصل في سوريا. نحن نحذر المجتمع العربي والدولي والإسلامي، لابد أن يأخذوا يعني قرارات قوية الآن قبل أن تصبح هنالك مجازر، لأن الآن المجازر والقتل مستمر في الناصرية وفي البصرة. الضرب في البصرة، محاصرة البصرة، لأنها هي المدينة التي تهتم بها إيران، وثم هكذا دواليك إلى بغداد. أخي الكريم، نحن نريد من المتظاهرين أن يرفعوا لافتات باللغة الإنجليزية أولا، لأن الآن المجتمع الدولي نحتاج أمام هذا المجازر في العراق، فاللافتات باللغة اللاتينية الإنجليزية سوف تنتقل إلى كل العالم. الأمر ليس سهل بالنسبة لأوروبا ولأمريكا، لأن أمريكا هي المسؤول الآن عن الوضع في العراق. فهذا سيحرج السفارة الأمريكية والإدارة الأمريكية والأوروبية بالخصوص. الشيء الثاني أخي، على أي أساس أن تذهب ممثلة الأمم المتحدة إلى شخص أجنبي أعجمي وهو السيستاني في النجف؟ على أي أساس؟ لماذا تتدخل الأمم؟ يعني لماذا يضعون هؤلاء العمائم؟ لو كان عراقي فربما نقول يعني هنالك نخرج لهم تبرير أو نقول هم ذهبوا إلى العراق، لكن هذا الرجل إيراني، هذا الرجل إيراني وضع الجنسي. نعم. أبو فاطمة، أود أن أسألك، حضرتك فتحت هذا الموضوع وسؤال سريع طرحه كثير من المشاركين ويطرحه العراقيون الآن، ونحن نتصفح مواقع التواصل نشاهد المنشورات، يتساءلون المرجعية لماذا تصمت عن قتل العراقيين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا على سبيل المثال يقابل السيستاني جنين بلاسخارت ولا يخرج للعراقيين ليتحدث لهم، ليتحدث معهم؟ لماذا يقابل عندما يعني تخرج هذه الأخبار عن مقابلته لفلان أو فلان، لماذا لا يخرج للعراقيين في وضعهم الراهن؟ ألم تبارك هذه المرجعية للسياسات الموجودة الآن في العراق؟ طيب لماذا إذن عندما يخرج الشعب المطالب بإسقاط النظام لا تخرج لتتحدث معهم، تكتفي بإرسال الوكلاء والممثلين؟ الآن هناك مطالبات تتساءل، أو هناك العراقيون يتساءلون، أين المرجعية وهي ترى العراقيون يقتلون في الشوارع؟ ولماذا إذن تخرج بفتوى لتشكيل الحشد على سبيل المثال ولا تخرج بفتوى لإزالة الفاسدين؟ أخي الكريم، هذا الموضوع موضوع المرجعية، هي وضع المرجعية وضعها ودورها سياسي أكثر من ما هو ديني، هذه أولا. ثانيا، المرجعية السيستاني الإيراني وبشير الباكستاني وإسحاق الفياض الأفغاني، هؤلاء وضعوا أخي، ودور المرجعية هو نفس الدور العميل الذي كان في 2003 الذي منع السيستاني بالذات العراقيين أن يدافعوا عن العراق، والآن الدور نفسه هو، قلت لك أخي الكريم، دورهم سياسي
والهدف هو قتل هذا الشعب إذا كانوا من الشيعة أو من السنة أو من الأكراد. هذا هو دورهم الحقيقي. نحن نستنكر ذهاب ممثل الأمم المتحدة أو أي شخص ثاني سياسي أن يذهب لهؤلاء على أي أساس؟ أليس هنالك حكومة؟ ثم هنالك قضية أخطر أخي، المجلس الأعلى للقضاء يوصي بضرورة التمسك بخارطة الطريق التي وضعتها المرجعية. نعم. على أي أساس؟ ما هذا الكلام أخي الكريم؟ في النهاية أقول إن الحل العراق هو يكون كما بدأ به المجرم بريمر بحل الجيش العراقي والشرطة. لابد من حل هذا الجيش، هذا ميليشياوي أخي الكريم، وثلاثة أرباعهم منافس أي مجنسين غير عراقيين. نعم. وهذه هؤلاء هم نواة الميليشيات. أخيرا أقول أخي، بريمر وضع كل خائن رجعه من النظام السابق الذي طرده كوائل عبد اللطيف القاضي المستشي وعبد الكريم خلف الذي تم طرده بقضية أخلاقية ومدحت النعلبند التبعية الإيرانية، وضعوهم لأنهم ليست لهم أي قيم وأي غيرة وأي شرف حتى يدافعوا عن هذا البلد. شكرا أبو فاطمة، كنت معنا من النجف. نقرأ بعض الرسائل المشاهدين الكرام فيما تبقى من وقت. تحية اعتزاز وشموخ إلى ثوار العراق، وتحية خاصة إلى أهالي ذي قار الأبطال. أحبتي، هذه الطغمة الفاسدة مصالحها أكثر قدسية من دماء الشهداء. عاش العراق وعاش الشعب الرافض للذل والخنوع. أحبتي، لا تراهنوا على حصان الأمم المتحدة الخاسر. أنتم تعلمون أن صمت المجتمع الدولي ضوء أخضر لإبادة الشعب العراقي الأعزل. تحياتي إلى منبر الرافدين الناطق بالحق علي نهرو. شكرا يا علي. رسالة تقول: السلام عليكم. بما أن أمريكا هي من احتلت العراق والهدف الرئيسي من الاحتلال هو تقسيم العراق على الأساس الطائفي للتهيئة لشرق أوسط جديد، فهل من المعقول أن المجتمع الدولي الذي تسيطر عليه أمريكا أن يدعم الثورة العراقية التي كسرت الطائفية وبالتالي كسرت مخطط التقسيم؟ فبالتأكيد أخي أن المجتمع الدولي سيدعم حكومة المنطقة الخضراء إرضاء لأمريكا. أحمد الرواجدة من الأردن، أو أحمد رواجدة. شكرا يا أحمد. رسالة تقول: السلام عليكم. تحية خاصة للشيخ البطل الضاري رحمه الله. إن بغداد عاشت أسيرة للاحتلال الأمريكي والإيراني الصفوي من 2003 لغاية 2019، فأبشر يا بغداد ويا العراق عامة، فإن التحرر من الاحتلال والنصر قريب إن شاء الله. أبو حذيفة من العراق. رسالة تقول من السيد عمار من السويد، أبو عمار عفوا من السويد: السلام عليكم أستاذ محمد. عبد المهدي والعامري والمهندس والخزعلي هم من قتلوا وقمعوا المتظاهرين، وهم حاولوا تحريف المظاهرات واتهامهم لوجود المندسين المتظاهرين الشباب، وعقولهم أكبر من عقول هؤلاء المجرمين. مع تحياتي لقناتكم. شكرا يا أبو عمار. السلام عليكم. عبد حجي علي رومي أبو هيثم يقول: أحييك وأحيي قناتكم الكريمة، أدعو جميع الشعب العراقي إلى الخروج لنصرة العراق. أخواتكم يقمعون بأبشع الوسائل على يد إيران وأذنابها. هذه الثورة تنتصر أو ننتصر أو نموت. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. شكرا لك. رسالة تقول: السلام عليكم أستاذ محمد، عندي سؤال: هل ممثلة الأمم المتحدة هي أيضا ناطقة للسيستاني؟ مما يؤكد الممثلة لا تصلح أن تكون محايدة، ويدور الشك بل اليقين أنها متواطئة مع الحكومة، وهنالك رائحة الإغراءات المالية وتاريخها يوحي بذلك. لدينا رسالة تقول: فتح من الله ونصر قريب، استمروا يا أبطال. سوزان من هولندا. أحد الأخوة حاول الاتصال، مشاهدين هذه الخدمة غير متاحة للاتصال فقط للرسائل النصية. نقرأ الرسائل فقط فيما تبقى من وقت. السلام عليكم، أنا أخوكم أبو عمر، تحياتي لقناتكم الوطنية ولجهودكم. إذا يوجد مندسين في العراق فهؤلاء هم الذين أتى بهم الاحتلال في 2003. الله ينصر الثوار ويخلص العراق من الحرامية. وأحب التنويه أن عبد الكريم خلف كان يشتغل بحماية السيد سبحان مغير السيدة حلا، سبحان مغير الأحوال. طيب ماشي. رسالة تقول: إيمان النشمي من النمسا، حكومة إيرانية إرهابية ومجرمة تقمع الشباب وتقمع الأطفال حتى الجنين الذي بالخدج،
وحتى العصافير، كيف للإجرام أن يقود بلاد الحضارات؟ هؤلاء مكانهم الجحور وسحلهم بالطرقات وتعليقهم على حبال الحق من الشعب. أشكركم وأشكر قناتكم النظيفة التي لا تحرف الخبر وتأتي به بالحق. شكرا لك يا إيمان. رسالة تقول: الحل الناجع يكمن في حكومة إنقاذ وطني يتم بموجبها تغيير الدستور كاملا، ثم انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة مع وضع أسماء الساسة والمسؤولين من عام 2003 بالمنع لئلا يعود اللصوص والمجرمون لسابق عهدهم. عمر من المغرب يقول: حي الله العراق، حي الله شعب العراق. شكرا يا عمر. السلام عليكم. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل ظالم يا أخي حكومة محتلة. يقول: أنا بصراحة ما أفهم الكلمات، غير واضحة باللغة العربية. عموما شكرا لك. تحية حب واحترام لهذه القناة المحترمة، وعزي شهدائنا الأحرار، وأقول لشبابنا في ساحات التظاهر: استمروا لحين إسقاط النظام وتنحي الفاسدين عن مناصبهم. أختكم شهد من العراق. شكرا يا شهد. رسالة تقول: تحياتي لقناتكم الكريمة. يدعو مقتدى الصدر إلى نبذ التدخلات الخارجية، فهل يجرؤ على منع إيران من التدخل في العملية السياسية؟ زياد. شكرا يا زياد. السلام عليكم. قسما بالله العلي العظيم، سوف يدفعون الثمن غالي. تلك العمائم والميليشيات عن قريب سوف يسحلون بالحبال بكل شوارع العراق. ولدينا رسالة تقول: السلام عليكم، الرحمة لشهداء ثورة تشرين، ونشكركم على هذه التغطية الإعلامية، ونرجوكم لا تعوفونا بالتغطية الإعلامية، لأن قناتكم الوحيدة اللي توصل لنا أخبار الثورة بعد أن تركتها أكثر الفضائيات المأجورة، وشكرا. طيب، في آخر الرسائل نقرأ رسالة من تحسين، من أبو تحسين من كربلاء، يقول: السلام عليكم، نسأل الله الرحمة والغفران للمتظاهرين، وأدعو الجيش العراقي أن يكونوا مع المتظاهرين، لأن الأخير يدافعون عنكم، أنتم أيضا من هذه الحكومة الإيرانية. تحياتي أبو تحسين من كربلاء. شكرا جزيلا لكل المشاركين، إن كانت عن طريق خدمة الواتساب أو إن كان عن طريق الاتصال، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.